دور كبير يقع على عاتق المجتمع المدني من أجل العمل والتحسيس بقوة وإقناع مختلف فئات المجتمع للتوجه نحو صناديق الاقتراع وتعزيز الوعي بالعملية الانتخابية. والدور الأكبر يقع أيضا على عاتق المرصد الوطني للمجتمع المدني بصفته هيئة استشارية مستحدثة بموجب دستور 2020. أضحى من الضروري اليوم أن يقوم المجتمع المدني بدور فعال في تحقيق التنمية الوطنية. هذه التنمية تتجسد من خلال إشراك المجتمع المدني في عديد المجالات بما فيها تعزيز الوعي السياسي من خلال العمليات الانتخابية. بصفتنا أحد فواعي المجتمع المدني نرتئي من خلال هذه المساهمة التوعوية مع مختلف الفاعلين لتعزيز هذه المكانة الدستورية من جهة، وكذلك إبراز دور المجتمع المدني في عهد جزائر جديدة المنبثق من خلال تفعيل دوره المحلي. الانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل فرصة كبيرة للمجتمع المدني من أجل الخروج من روتين العمل المناسبتي والتوجه نحو عمل احترافي تحسيسي بما يسمح به القانون والدستور. يعتبر المجتمع المدني هو العمود الفقري لكل عملية انتخابية، نظرا لتوغل وتغلغل فعاليات المجتمع المدني في أوساط المواطنين وفي تواصل يومي مع انشغالات واحتياجات المواطنين في شتى المجالات، سواء على المستوى المحلي، على المستوى المدن أو القرى أو المداشر. معناتها المجتمع المدني متواجد في أوساط المجتمع المدني، أوساط المواطنين وفي أوساط الشعب. تعزيز الديمقراطية التشاركية والتحسيس بالوعي الانتخابي وصناعة حراك حقيقي داخل الصندوق هو ما يؤدي إلى خلق مواطنة فعالة وسيادية داخل المجتمع. فهل سينجح المجتمع المدني في الدور الملقى على عاتقه؟ آية بينات من ذلك الحكيم.